نروح شوية وخلينا رياضيين على رأي زميلي إبراهيم. نشوف بقى نحاول إيه نهضم اللي إحنا كلناه دلوقتي. كابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي، نروح شوية معاه للتحليل الدولي والمحلي ونعرف أخبار التحكيم إيه. يا كابتن محمد صباح الخير وكل سنة وأنت طيب. صباح الخير وكل سنة الحكام وانت عيدوا طيب. يا كابتن ولا مش هيعيدوا السنة دي؟ أخدوا مستحقاتهم ولا لأ؟ للأسف خلاص أجازة العيد جت وبدون ما صرف المستحقات، واحنا داخلين على العيد وطبعا في حالة استياء شديدة جدا من الحكام. يعني يا جماعة، يعني بجد ما الموضوع فيش لا صرف صعب. خالص ولا دفعة واحدة حتى؟ لا لا خالص. وعايز أقول حاجة مهمة جدا، يعني برضو لازم أدي رابطة الأندية حقها. أنا كنت لسه هسألك، هو مش المفروض دلوقتي الصرف بقى تبع رابطة الأندية؟ فيما يخص الدوري الممتاز فقط، اللي هو او دوري النيل، لان هو الدوري الممتاز هو اللي ليه رابطه، وبالتالي الانديه ابتدت تدفع مستحقات الحكام، بدل ما كانت بتسددها في خزينه الاتحاد بقت بتسددها في خزينه الرابطه، وبالتالي الرابطه بتسدد للحكام مستحقاتها بشكل منتظم، مفيش تمام. مشكله خالص فيما يخص. لكن بقيه المسابقات حتى مسابقات يعني الناشئين هم قبضوا الجزء بتاع الدوري وهم عدد وده قليل. منتظم؟ ما فيش مشكلة في الدوري الممتاز، لكن احنا بنتكلم في قطاع كبير جدا. الدوري القسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع، بطولات الجمهورية للناشئين بكل أعمارها. يعملوا لهم صندوق تاني في الرابطة ولا ايه؟ ده يعني ما هو ده مش معقول، يعني هو كل ده من يعني فيما يخص اتحاد الكورة، الرابطة مالهاش علاقة بالموضوع ده. طب والأندية في الممتاز بتدفع يا كابتن ولا لأ؟ الأندية بتدفع، وعايز أقول لك إن وبرضه كان الحكام ما أول بياخدوش الفلوس بتاعتهم. لا بتدفع، الحكام بتاخد من الرابطه خلاص فيما يخص دوري ممتاز. لكن لأ لا في الممتاز به أو الدرجات الأدنى، لا دي تخص اتحاد الكوره، اتحاد الكوره مأخر المستحقات طبعا. يعني رغم احنا إنه الأندية مسددة، هو ده سؤالي. لا الانديه ما بتسددش في القسم ده بيبقى مسؤوليه اتحاد الكوره، الانديه بتسدد فقط في الدوري الممتاز. لكن كان الاول الانديه بتسدد مستحقات الحكام فيما يخص مثلا بطوله الجمهوريه للناشئين بكل اعمارها، اتحاد الكرة طلع قرار قال لك لا احنا اللي هنسدد. طيب انتوا لا انتوا سددتوا ولا سبتوا الانديه تسدد، هي كانت الانديه بتسدد اصلا بشكل يعني مباشر بعد المباراه. فطبعا الامور يعني صعبه للاسف. عايز اقول لك ان كل الحكام كلها في يعني لسان حالها ما بيقولش غير كلمه واحده دلوقتي، بيقولوا ولا يوم من ايام المهندس احمد مجاهد. لان معقول؟ دي حقيقه على فكره، وكل الحكام تقريبا 90% منهم بيقول ده لسبب بسيط جدا، لان كان يوم واحد في الشهر او اتنين في الشهر بالكتير. تخيلوا انه دي بقت ابسط الامنيات، ما بنتكلمش بقى في معسكرات ولا اعداد ولا مشاركات يعني خارج الديار زي ما بنقول كده في البطولات الافريقيه مثلا، للاسف او يعني ترشيح طبعا لقائمه دوليه مثلا. ما يعني بقت اكتر الاماني ان هم الاجور بتاعتهم تنتظم. طيب يعني الى من يهم الامر بنحيل الموضوع ده يا كابتن محمد، ولكن خليني اروح شويه ليورو 2024، الحدث المقرر انطلاقه النهارده، حكم الافتتاح، اديني شويه معلومات عنه. حكم الافتتاح. طيب هو انا للامانه يعني ما ذاكرتش حكم الافتتاح كويس، بس عندي ملحوظه مهمه جدا فيما يخص بطوله اليورو. بطوله اليورو فيها ثلاث حكام تخطوا سن ال 45 عام، او اربع حكام. فاذا يعني عشان بس دي رساله لبريرا ولاتحاد الكوره، ما يطلعش يقول لنا اصل الفيفا قال سن التقاعد. احنا عندنا هو بطوله كبيره في اوروبا فيها اربع حكام او ثلاث حكام تخطوا ال 45 عام، اكبر واحد فيهم دانييلو اورسيتو الحكم الايطالي عنده 49 سنه. ف يعني ادي دي اهم تخطي ملحوظه السن في اهو في اليورو. بطوله دوليه احنا بنشوفها راي العين، ما فيهاش مشكله يعني، واحنا شفناها على فكره في افتتاح المونديال حتى اتكلمنا عليها، كنت ضيفي هنا في الاستوديو. في افتتاح المونديال وكمان على مستوى حكام الفار في المونديال، كان في حكام عندها 48 و47 والامور كانت عاديه خالص. فالنسخه دي في اليورو فيها اربع حكام متخطين سن ال 45 عام. فالامور هنا خلاص بقينا قدام امر الواقع، عشان لان احنا كنا اخر مره كلمنا قلنا ان بريرا طلب من محمد عادل انه يعمل له فيديو لمده 30 ثانيه ويقول له قول لي احساسك ايه وانت بتنهي حياتك التحكيميه، على الرغم ان محمد عادل كان عنده مباراه بعد الثلاث بس ايام. معلوماتنا ان هم مش الموضوع مش محمد عادل بس يا كابتن، ده الموضوع خمس وصل حكام لاربع او خمس حكام. خمس حكام بس انا اتكلمت تحديدا على محمد عادل عشان كان عنده مباراه مهمه في تصفيات امم افريقيا، فده مش المفترض ان الاسلوب التعامل من لجنه حكام مع حكم رايح يدير مباراه مهمه جدا.
طب ايه الاصداء في اتحاد الكوره؟ احنا بقالنا اكتر من اسبوع عمالين نثير نفس الموضوع ونفس السلوك هو لا يتغير، ان احنا بنحاول ان احنا ندفع حكامنا ان هم يعتزلوا. خرج علينا احد اعضاء مجلس الاداره امبارح تقريبا او اول امبارح، قال ان هناك اتجاه داخل اتحاد الكوره للتجديد لبريرا. ده رد الفعل. هقول لهم حاجه، هم اصحاب القرار، ما حدش بيملي عليهم حاجه طبعا. لكن هقول لك، هو وجود بريرا مريحهم. اجنبي شايل عنهم ضغط، لو حد بيتكلم او ما حدش بيتكلم عليهم، لكن هو طب وفلوس بريرا مريحهم يا كابتن؟ ما هي صدادة بعد عنهم يعني على مشاكل الأقل كانوا التحكيم. يدفعوا مستحقات الحكام. بالظبط كده، يعني بدل ما بدفع 20,000 دولار في مرتب رئيس لجنة حكامي ما بتاخدش فلوس. طب يعني أنهي مطالب منطق؟ بيريرا اللي هو كان بيتكلم عليها ان هو كان عايز يرفع البدلات والكلام ده كله، دي حقيقة. ايه رد الفعل من اتحاد الكورة؟ وفي نفس الوقت احنا شعورنا برضو ان هو غير الكلام دي او حقيقة فعلا. تراجع عن التمسك بالموضوع ده. بالظبط، هو بالفعل طلب من مجلس إدارة اتحاد الكورة وتحديدا من الأستاذ جمال علامة رئيس اتحاد الكورة، وطلب إن هو يرفع بدلات الحكام. والطلب ده قوبل بالتجاهل، مش هقول لك بالرفض، يعني اتقال إن لأ مش دلوقتي، وبعدين هيبقى نشوف بعدين. لكن سبق هذا الطلب طلب تاني لما بريرا طلع في الإعلام وقال أنا عينت محمد معروف حكم لنهائي كأس مصر، واتحاد الكوره طلب مني ان انا اغير الحكم او اشيل الحكم المصري لسبب تجاري. احنا ما كناش فاهمين يعني ايه سبب تجاري، بس قعدنا ندور. وبريرا لما لقى الموضوع بيتقال في الاعلام قال للمقربين منه السبب التجاري، اللي هو كان الطلب منه من اتحاد الكوره. قالوا له احنا في اوفر كويس، لكن لو المباراه دي حكمها حكم مصري احنا هنخسر اوفر وهنخسر مبلغ كبير. انا برضو مش فاهم ايه علاقه العرض بالحكم. الحكم ملوش علاقة، الأمور التسويقية دي والإعلانات تخص المباراة، الحكم ملوش علاقة نهائي. فبناء عليه بيريرا قال أنا لو الحكم ما حكمش أنا هقدم استقالتي. لكن لما اتقال له أنت هتضيع علينا مبلغ، قال لهم أوكي، طالما هيدخل اتحاد الكورة مبلغ كبير ومبلغ كويس، إذا يبقى إحنا المستحقات الحكام تدفع بالكامل. وده بصراحة أمر يعني احنا ندي له حقه، زي ما بننتقده ندي له حقه. هو قال انا عايز مستحقات الحكام بالكامل. ايوه، كان الرد من اتحاد الكوره قالوا له اوكي موافقين، بس شيل محمد معروف. وبالفعل شال محمد معروف من نهائي كاس مصر اللي كان ما بين الاهلي والزمالك، المباراه اللي اقيمت في السعوديه. وحتى الان لم تدفع مستحقات الحكام كما تم الاتفاق ما بين بريرا وما بين مجلس اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علام. طيب يعني خليني سريعا برضو ندي الفرصه للساده المشاهدين ان هم يتعرفوا على حكم افتتاح يورو 2024 المانيا واسكتلندا النهارده، الفرنسي كليمان توربان. ده هيبقى هو الحكم في مباراه الافتتاح النهارده لليورو، عمره 42 سنه، وزي ما كده احنا بنقول الناس عارفاه قبل كده لانه هو حكم للنادي الاهلي في مونديال الانديه مباراته امام بالميراس البرازيلي. حكم كويس على فكرة. حكم كويس. طب هل مثلا معروف عنه انه سريع اشهار الكروت، ولا متوقع ايه؟ خاصة يعني ساعات مباريات الافتتاح بتشهد شد، وبيكون شد عصبي بعض الشيء. لا، هو طباعه هادي على فكرة الحكم ده، ولكنه حاسم جدا. يعني مش معنى ان هو هادي ان هو بيتساهل، لكن هو بيبتسم بالهدوء الشديد يعني، لكن هتلاقيه مركز وحاسم جدا في الامور الصعبة، مش هيكون متساهل. طب سريعا يا كابتن كده، في اعدادات الكاف لمشروع الفار، ادينا بعض التفاصيل عنها سريعا عشان وقتنا. دي يمكن احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ان الكاف بيعمل مشروع كبير جدا لحكام الفار الواعدين، وبيترأس هذا المشروع او بيكون الانستراكتور فيه المحاضر هو كابتن تامر دري، ومعاه محمود عاشور من ضمن اللجنه اللي هتدرس او اللي هتدرب حكام افريقيا. النهارده بيتم الاعدادات لكل زون في افريقيا. في كورس للمحاضرين، الكاف بيعمل كورس للمحاضرين الفار فقط، هيبقوا متخصصين. اللي هيدرس للمحاضرين دول الكابتن تامر دري المصري هو اللي هيدرس، لكن عندي ملحوظه ان كل الدارسين مفيش ولا واحد فيهم مصري، يعني مفيش ولا دارس من مصر للاسف،
لكن الشيء الجميل والشيء الايجابي ان المدرس هو مصري، لكن كنا نتمنى ان يكون في دارسين مصريين عشان يبقى عندنا كوادر. لكن طيب سريعا برضو يا كابتن، برضو انا الكلام ده احنا عايزين ردود بقى من اتحاد الكره، كل حاجه احنا بنثيرها يا ريت يعني، بس عايزين ردود عمليه شويه. الشد والجذب الثنائي ما بين بيريرا وبعض الحكام بدايه من محمود عاشور وصل لحد فين؟ اديني التفاصيل اللي هي نهايه المشكله، نهايه او وصلت لحد فين؟ يبقى الوضع كما هو عليه. خلاص عاشور بيستعد لاولمبياد باريس. عاشور بيستعد لاولمبياد باريس. وتم الاستعداد لاولمبياد باريس لعاشور في الدوري السعودي على فكره، مش في مصر. راح بالفعل شارك في اكثر من مباراه، ومشكورين الاتحاد السعودي لكره القدم ولجنه الحكام هناك، يعني وجهوا له الدعوه ان هو يكون موجود معاهم استعدادا لاولمبياد باريس، لكن للاسف اتحاد الكوره لم يتدخل في هذا الامر. في بعض الامور التحكيميه اللي بتطبق لاول مره في اليورو 2024 بالفعل؟ زي ايه؟ نعم؟ زي ايه الجديد في التحكيم؟ مفيش، هو الفار موجود ومفيش تعديلات في القانون جديده يعني هنشوفها. هي تقنيه الفيديو المساعد دي اول مره تستخدم في البطوله؟ هي تقنية الفار على فكرة، هي اسمها ما هو أنا عارفة إن ده التعريب بتاعها، بس هل هي أول مرة تستخدم في البطولة بالفعل؟ هي لم تستخدم قبل كده. فدي تعتبر بالفعل إضافة في البطولة في النسخة دي من اليورو. طب موضوع الكروت اللي هم استحدثوها مؤخرا دي هل برضه هتطبق في اليورو؟ لا 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 زي ما هي، لا 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 مفيش أي جديد في موضوع الكروت ده. لكن هو في الجديد ان في الفيفا بيدرس ده، يمكن برضو الناس مش عارفاه، بيدرس موضوع التشالنج، بمعنى ان زي هتبقى زي الباسكت بول كده، من حق المدرب او المدير الفني ان هو يطلب من الحكم الرابع، ان لو هو شك في حاله والفار ما تدخلش، ان هو من حقه يطلب ان الحكم يروح يراجع. لكن ده لسه تحت التدريب وتحت الدراسه. احنا معانا دلوقتي صور بتعرض لاول مره على مشروع الفار الخاص بالكاف. هنعرض ثلاث صور سريعا كده مع الساده المشاهدين عشان احنا تعدينا الوقت الخاص دي الاجهزه بالفعل، اجهزه التدريب، ودي تحديدا في كوت ديفوار، ودي ده الاعدادات بتاعت المشروع الكاف، والصور دي فعلا اول مره تظهر. اشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي، دايما بنستمتع بفقرتك، اشكرك شكرا جزيلا.